ما قلتليش يا سامي كان شكله ايه؟ سواق التاكسي؟ لا المهرجان. كويس مش بطال يعني. ما دام قلت كويس ويعني مش بطال يبقى ما عجبكش. طب بطلي لا مؤاخذة بقى. اه انتوا كده يا نقاد، لما تخافوا تقولوا رأيكم بصراحة تقولوا على مرتين، مرة وحش ومرة كويس. الكلام ده شكله هجوم، مش فاهمك انت في أفلام الموجة الجديدة. نفسي مرة ناقد يقول رأيه بصراحة، يقول مرة رأيه بصراحة، يقول مش فاهم، مش فاهم بيقولوا إيه في الأفلام دي. طب بلاش طولة لسان بقى. عشان أخويا ومش عشان ناقد حقك عليا، وعشان أصالحك هعمل لك سندوتش. ميرسي يا منى، أنا أكلت في الطيارة. لو عندك حاجة حلوة يبقى أظرف. في معالي. ملح. أقول له معالي يقول لي ملح. تاكل معالي يا أستاذ؟ أنت اللي عاملاها؟ طبعًا. طب هاتيها وهاتي تليفون معاه. المناسب؟ عشان أكلها من هنا وأطلب الإسعاف من هنا. الله يسامحك، ما هو القريح بيشم الباشا، وأنا باشا. يا أحلى باشا أختي في الدنيا. علينا نعمل واد جلال خطيبك ده، ولو إنه صاحبي وزميلي لكن ما عندوش نظر. ليه بقى؟ لأنه خطبني؟ لأنه ما اتجوزكيش لحد دلوقتي. الو ايوه فندم. مين؟ لا النمره غلط، اما انت قليل ادب صحيح. هو انت بقى ايه؟ الناس تطلب النمره غلط وبدل ما تعتذر تقوم تشتم. النبي تلاقيه دخل لما النمره جمعت وبعدين تطلع له غلط. على فكره يا سامي، وطلقتك فاتت عليا من يومين. عايز ايه؟ مش عارفه، جابت معاها شويه كتب كده ورمتها لي وقالت لي كتب اخوك اللي له في الشقه. لا فيها الخير والله. ولا خير ولا حاجة، مش متهيألي. الهانم هتتجوز يا سامي. بتضحك؟ أصل الطلاق ما بقاش طلاق حقيقي إلا بالجواز التاني. حاجة غريبة. ولا غريبة ولا حاجة. مش ممكن، مش معقول. هو إيه اللي مش ممكن ومش معقول يا سامي؟ الحادثة دي. التحقيق في مصر على الدكتور رؤوف علوان. حادثة فظيعة. كل الجرايد بتتكلم عنها من امبارح. حادثة مين يا أما؟ أنا قابلته. سامي. قابلته في مطار بيروت. مالك يا سمسم؟ من ساعتين بس لسه شايف. سامي أنا أعرف دكتور أعصاب كويس، تيجي نروح له؟ منى أنا كنت بجري في مطار بيروت عشان ألحق الطيارة. أيوه. خبطته، وقعته، قومته، كلمني كلمته. سامي الدكتور علوان مات أول امبارح في حادثة عربية على جبل المقطم. مش ممكن. هو إيه اللي مش ممكن؟ بقول لك ليه وجثته في العربية تقول لي مش ممكن؟ جائز. ده جائز حد شبهه يا منى. بس مش ممكن، انا شفته بشكله، صوته، كل حاجه فيه هي هي. برضه يخلق من شبه 40. منى انا متاكد ان هو انا لما عرفته ارتبك. ايوه كان مرتبك جدا وهرب منه عشان ما تقنيش. خلاص 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 يبقى هو. انت بتاخدين على قد عالي، انا متاكد ان هو. انا بقى اللي متاكده انك لو خدت حمام سخن اعصابك هتهدى وهتنام من غير تهيؤات. انا هبلغ. هتبلغ مين؟ البوليس. انا بقى اللي هبلغ عنك مستشفى المجانين. صدقيني يا منى انا بتكلم جد. افرض ان لما الحادثه حصلت نجي منها بس فقد الذاكره. واول ما فقد الذاكره خد اول طياره وسافر بيها على بيروت. يا مؤمن يا مؤمن بقول لك لقي الجثه في العربيه. يمكن مش جثته. اظن البوليس يعرف اذا كانت جثته ولا لا. وبعدين لو ما كانتش جثته يكتبوا في الجرايد ليه انهم لقوها. سامي ما تسيبك من حكايه النقد دي وتكتب افلام بوليسيه احسن. منى ليه ما يكونش اللي فحص الجثه غلط؟ سامي هيتشكوك، اتفضل. أم علي. ايوه بكر، بخصوص المكالمه بتاع الصبح. ايوه موضوع الدكتور علوان، بتهيألي نبتدي بسين 42. عاوزك تجيب لي العدد الاخير من مجله الفنون، واذا اتكلم معاك مش مشكلتي، اتصرف انت معاه. مع السلامه.
انا سامي وهدان اللي كلمت من ساعتين وقلت له يبقى اتكلم تاني. بخصوص حادثة الدكتور علوان. لا انا ما شوفش الحادثة. انا شفت الدكتور علوان نفسه. دكتور علوان في بيروت مطار بيروت. حاضر هستنى هستنى ان شاء الله بكره الصبح. احنا ورانا ايه؟ ده خبر اسود سياده سكرتير التحرير. ده بدل ما تقول صباح الخير يا جلال. لا معرفش يا فندم جلال طمني. ايه اللي تزوق؟ صباح الزوق. صباح الخير. مالك يا جلال مرتبك كده ليه؟ انا؟ انا مرتبك ولا حاجه. اصل معايا صور. معاك صور؟ ايوه حضرتك مصور صحفي. ما انا عايز يكون معاك ايه؟ صحيح انا مصور صحفي يبقى معايا. يبقى هو انا مرتبك ليه؟ مش عارف اسال نفسك. ايوه فندم اسال. جبان بطل جب بطل جب. الناس دي بتفرقعني ليه؟ سادس مره اطلبهم ويقولوا لي استنى لحظه على التليفون ولا حد يسال عني بعد كده. من غير ما اعرف الناس دي جدعان، لان اللي بيمشي وراك بيتطوح ورا الشمس. طب بطل لماضي جبت الصور؟ قصدك سرقتهم؟ طب ورهم لي. اتفضل. عشان الصور بتاعتك دي اختك كانت هتفضل عانس طول عمرها. بطل غالي. سكرتير التحرير كان هيقفشني متلبس، يعني كنت هطرد. وطبعا مش هتجوز وهصيع. هتلاقي فين اختك شاب وسيم غيري يتجوزها؟ ايه دول يا استاذ؟ دول صور عاديه، فين صور الحادثه؟ مفيش. يعني ايه؟ يعني ما حدش عارف ان جلابه هيموت في حادثه على جبل المقطم عشان يروح يستناه ويصور الحادثه. بعد الحادثه يا بنادم. يوه على بال الخبر ما وصل الجريده كانوا شالوا الجثه وما فاضلش غير العربيه المحروقه. فين صور؟ هنصور عربيه محروقه. ايوه تصور عربيه محروقه. انا خايف لتكون الغباوه دي وراثه في عيلتكم. في عيلتنا احنا؟ الو. ايوه انا سامي وهدان. مين؟ فين؟ امتى؟ حاضر مسافة السكة. اتصل بمين هناك يا فندم؟ طب شكرا. ايه؟ هقابله هقابله يا جلال. هتقابل مين؟ القتيل؟ ايوه. معقولة دي؟ واحد عايش يقابل واحد ميت؟ ادخل. مقدم كمال حضرتك غلطان، معلوماتك غير صحيحة. أنا آسف، أصل في الحقيقة هما اللي قالوا لي على الباب. أنا مش شايف منظري حاجة تضحك بقى. الحقيقة أنا مش المقدم كمال، أنا العقيد كمال، لأني اترقيت من شهرين. سامي وهدان حضرتك بقى مش غلطان، معلوماتك صحيحة. Thank you.
قول لي بقى مزرجل ليه؟ منقوط، منقوط من اللي عمله الجدع المجنون ده. مين؟ اخوكي طبعا، ده بلغ البوليس. انا كنت متأكدة. انت عايزين تجننوني؟ اقول لك بلغ البوليس تقولي لي كنت متأكدة. سكوت يلا بروفا. والجدع ده كل ما يشوف وشي يقول لي بروفا بروفا بروفا. انت متهزني يا اخي. انا احب الرنف الابيض في الحقيقة. تعرف انه بيهدي الاعصاب؟ على فكرة انا احب الاعصاب الهادية. اصلا انا شيك اوي الجاكيت ده اللي انت لابسه. ممكن نتكلم في موضوع دكتور علوان؟ انا اللي اتكلمت في التليفون و كان قاسي اوي نقدك الاخير في مجلة الفنون. هو حضرتك مهتم بالفن؟ وانا صغير وقعت في غرام استر ويليامز، ويمكن بسببها اتعلمت العوم. قولي هي لسه بتمثل؟ قصدك لسه بتعوم؟ اللي قال ان الفنان زي الشمعة بيتحرق عشان ينور لغيره كان عنده حق. زي ما تشوف حضرتك. خصوصا الستات، كم سنة بريق شهرة شباب وبعدين خلاص كل ده يتحول لذكرى. انت ساكت ليه؟ لما تخلص حضرتك كل الكلام اللي عندك هبقى اتكلم. انا خلصت، اتفضل. بخصوص حادثة الدكتور علوان. افتكرت. اظن انت دلوقتي عايش مع اختك بعد ما اتطلقت من زوجتك الاولى. حضرتك عرفت منين ان انا اتطلقت؟ هو انت ما قلتليش؟ هو انا فتحت بقي بجملة كاملة لحد دلوقتي؟ متأسف. نخش بقى في الموضوع. انا متهيألي. ايوه نبتدي بقى في الموضوع من اول. متهيألي دي متهيألي عمر الشريف شهرته ابتدت تقل. ما هي يمكن انا شخصيا ما اعرفش. على العموم لو حضرتك عايز تتاكد ممكن تساله هو، عشان انا في الحاجات دي ما ايه اللي جاب عمر الشريف دلوقتي يا فندم؟ طبعا انت سبت المهرجان قبل ما يخلص ورجعت علشان تراجع كتابك الجديد. كان الله في العون. فرصه سعيده يا استاذ سامي. وموضوع دكتور علوان. دكتور علوان للاسف مات في حادثه. انت ما بتقراش جرايد؟ انا قابلته في بيروت. الجماعة الفنانين والنقاد دايما كده، دايما سرحانين، والغلط بالنسبة لهم احتمال اكيد. انا متأكد ان انا شفت الدكتور عنوان. وانا متأكد ان شفت جثة الدكتور عنوان. طب ليه حضرتك طلبت تقابلني لما انت واثق من معلوماتك؟ لان شغلتنا نسمع الناس ونريحهم. المهم جدا انك تقتنع ان الدكتور عنوان مات، ولما تقتنع هتهدى، ولما تهدى هتستريح. مع السلامة. سامي، ايه رايك لو جيت معايا المشرحه ووريت لك الجثه؟ جثه؟ يا ماما يا ماما يا ماما. الدماغ. ايوه الدماغ تتأثر.
لكن ما يبقاش ليه وجود. صدقني يا عزيزي بتحصل كتير. طب ازاي عرفنا انها جثه رؤوف علوان كده؟ الجثه اللي قدامك دي وجدنا عليها ملابس رؤوف علوان وفي عربيه رؤوف علوان وتعرف عليها اصدقاء رؤوف علوان. لا طبعا غير البصمات. البصمات؟ طبعا لازم نطابق البصمات كمان. طب واللي انا شفته في مطار بيروت؟ الشبه اخلع من الشبه البعيد. لو اتصل بيك واحد اسمه مفتاح بديني خبر. مفتاح؟ مفتاح مين؟ مسكين. الظاهر الانسان لما بيكبر في السن بيتصرف تصرفات غريبة. مش فاهم حضرتك تقصد مين؟ الدكتور علوان. ماله؟ في الفترة الأخيرة كان ليه أصحاب مش من مركزه، تجار مخدرات، مدمنين، أرباب سوابق. مفتاح؟ قطع من الأصناف دي. أنا مندهش إزاي إنسان بدرجته العلمية ممكن يعرض سمعته للخطر بصدقات زي دي. ممكن أعرف إيه علاقتي أنا بمفتاح ده؟ صحيح، إيه علاقتك أنت بيهم؟ بيهم؟ أنت قلت مخدرات ومدمنين؟ مظبوط. إيه هو اللي مظبوط؟ آخر كتاب للدكتور علوان كان عن شفاء المدمنين. معقولة؟ لحظة من فضلك، وقف هنا. رابع كتاب على ايدك اليمين، كتاب جلدته سودا. نعم. لو مديت ايدك اليمين تلاقيه على طول. حضرتك عرفت منين ان ده الكتاب اللي انا بدور عليه؟ انا اسمي شهيرة، شهيرة رؤوف علوان. بنت الدكتور رؤوف علوان؟ كل يوم بمر على البوليس من ساعة الحادثة ما حصلت. عرفت انك قابلت العقيد كمال بخصوص الحادثة. رفضوا يدوني معلومات اكتر من كده. اضطريت اتابعك انت وكمال. لكن في الحقيقة انا كنت قصدك انت بالذات. يزعلك؟ لا ابدا. لكن الغريب انهم رفضوا يخلوني اشوف الجثة. عندهم حق. شيء فظيع حقيقي. تفتكر اني من النوع اللي ممكن يخاف يا استاذ سامي؟ سامي وهداني. ثم ما تنساش ان بابا هو ولو المصدر فظيع. هو حضرتك تعرف بابا؟ من ابحاثه، كتبه، اخباره، يعني مش اكتر من كده. امال ليه طلبوا يوروك الجثه؟ الظاهر يبدو يعني حصل غلط. غلط ايه؟ ارجوك تتكلم. اتهيألي ان انا شفت الدكتور. فين؟ في بيروت. امتى؟ امبارح الصبح. كان لوحده؟ معرفش. كلمك؟ كلمته؟ ايوه. قلت له اسف مثلا. اسف ليه؟ عشان خبطت فيه. اسف. زي ما حصل دلوقتي بالظبط. من فضلك انا عايز اتكلم معك، تعال. انا ما عنديش كلام اكتر من اللي قلته. من فضلك انا ما احبش حد يمسك ايدي. ارجوك يا استاذ سامي، الموضوع في منتهى الخطوره. خلاص نتقابل بالليل في مكتبي. دلوقتي لازم نتكلم دلوقتي حالا. بس انا دلوقتي عندي ميعاد شغل. الساعة بقت 2:30، يعني ميعاد غدا. طب اوكي، دقيقة واحدة ادفع ثمن الكتاب. ايه؟ صوري. مش لاقي المحفظة. مش معقول، اتأكد. هتكون فين؟ قلبت في كل جيوبي. يمكن نسيتها في البيت. جايز. انا دلوقتي ما عدتش متأكد من أي حاجة. كل حاجة عندي جايز. طب تمن الكتاب. انا عندي نسخه في البيت. والغدا بومبه. انا بطبخ كويس قوي. المايه تكدر الغطاس. يلا بينا. معلش يا خلاص. ممكن تليفون من فضلك؟ اتفضل يا فندم.
الو مفتاح، المحفظه معايا، اسمه سامي وحدان. انا قلقان قوي على سامي. سامي ما جاش المجله من ساعه الميعاد ده. الموضوع كده شكله ما يطمنش خالص. بكره ييأس. حد في الدنيا يدور على ميت عشان يثبت انه حي؟ هي فعلا غريبه. غريبه؟ ده الاغرب من كده، قصدي اللي يخوف ان الميت قتيل والقاتل حر لسه ما اتقبضش عليه. جلال تقصد ايه؟ قصدي بسلامته القاتل لو عرف انه بسلامه اخوك بيحرجم عليه مش هيسكت. انا ابتديت اخاف دلوقتي. بس ابتديت تخافي؟ انت جنس عيلتكم ايه؟ اشرب اشرب الشاي. تشكر. شوية شاي أجب. بدوم العز. يا سلام اشرب. يا سلام سلم. بقى مش مراقبه. انا بالنسبه لي ما تفرقش. ما تتصورش المخبر اللي قاعد على الباب بيبص لي ازاي طول ما انا خارجه وطول ما انا داخله. وانت مش عايزاهم يشوفوني؟ زي ما تقول كده. انا بقى ما يهمنيش ان البوليس يعرف ان انا جيت، اذا كنت رحت لهم برجليا. بس انا بالنسبه لي يهمني، في حاجات مهمه عايز اعرفها منك. انا قلت لك اللي اعرفه قلته للبوليس. بس انت لسه ما تعرفش انا عارفه ايه. تعرفي ايه؟ انت مش جعان؟ واقع من الجوع. طيب دلوقتي حاسندك واكلك. انا يا فندم حاسس بحركه في الفيلا يا فندم، مع اني ما شفتش حد يدخل. بقى كده. طب ارجع مكانك. حاضر يا فندم. على فكره بقى احلى شكشوكه اكلتها في حياتي. بجد؟ حقيقه انا اكلت كتير قوي. بالهنا والشفا. اصل انا لما ابقى بفكر ببقى مفجوع. كمل. لا انا خلاص شبعت كده. انت بتكمل كلام. وروني البص. اتعرفت عليه؟ عرفت ده ايه؟ البص من غير دماغ. هو ده الدليل. دليل ايه يا لسه؟ البوليس بيقول ان الهدوم اللي على البصة هي هدوم والدك. مش مشكلة. وان العربية اتحرقت بيه. مفيش اكتر من حوادث سرقة العربيات. طب العربية اتسرقت، مين اللي سرقها؟ وليه؟ أي حد. طب وصاحبه اللي تعرف على الجثة؟ قالوا كده. طب ما تقابليه، اسأليه. يوم ما راح شاف الجثة، خرج من المشرحة على المطار، سافر اليابان في مأمورية. قال هو كل الناس اللي في القضية دي بتسافر ليه؟ في شيء غامض، حاجة ما نعرفهاش. بابا في الفترة الأخيرة من عمره عاش حياة كلها غموض وأسرار. تفتكر إنه مات في الحادثة؟ وإذا كان ما ماتش هو فين؟ اختفى؟ هرب؟ هرب من إيه؟ وليه؟ علامات استفهام كتير ومحدش عارف الحقيقة. حتى أنا بنته أقرب الناس ليه. أستاذ سامي أرجوك، أنت الوحيد اللي تقدر تقف جنبي. أنا تحت أمرك.
يا ريت اقدر اعمل حاجه. تقدر نكشف الحقيقه انا وانت الا اذا كنت خايف. جايز جايز اكون خايف. الانسان دايما بيخاف من المجهول. انا لسه شهير، انا كاتب ناقد فني، عمري ما تعرضت لموقف زي ده. انا اسف مش هقدر اقدم لك اي خدمه. انا اللي اسفه، ظهر اني لازم اعتمد على نفسي. انسه شهير، انا كان عندي احساسك ده من شويه، لكن بشويه تفكير منطقي تراجعت. جثه في المشرحه، البوليس بيقول انها جثته، وانا بعيني دول شفتها. وبعينيك دول شفته امبارح في بيروت. ليه ما يكونش خداع نظر؟ اكيد كده. انت مقتنع؟ أنا هقدم لك دليل جديد. شايف دي؟ من شهر كنا بنبيض البيت. بابا حط إيده على الحيطة غصب عنه لأنه كان نظره ضعيف. إيده علمت على الدهان. مش فاهم. فهمت. البصمات. أنا اللي عايل عشان بمشي وراك. مال أنا أمال البال ولا هتغرس فيها؟ هتفرض ان قفشنا. ما تعكش انت وربنا هيستر ومش هنتقفش. الناس تسهر في هيلتون، في شيراتون، انما في المشرحه. عارف هتعمل ايه؟ ها؟ عارف هتسال على مين؟ خليل. انزلوا في الدواسه بقى. عشاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تسمح لي ازق معايا العربيه؟ عطلت. تحت امرك. ايدك معانا يا ابو الاحلام. قوي قوي. اتفضل. اركب حضرتك عشان تدورها. بعدين في العطلة دي يا اخوانا؟ اتفضل معانا على ما تفوت عربية. الدنيا برد. مضوي عليها يا استاذ. فيها واحد عامل لك شاي. شاي؟ هي فيها شاي؟ على ما تيجي عربية يا سعادة البيت. على ما تيجي عربية يا سعادة البيت، صح. على ما يبيض حياة والدك. الامل اللي انا فيها دي؟ احنا نحب نخدم يا استاذ. ربنا يكفينا شر خدماتك يا استاذ. على فكره انا ليا واحد معرفتي بيشتغل معاكم هنا اسمه خليل. دي الصدف الحلوه دي؟ ده انا بطش الليله. يا خليل. خليل. شوفوا الهنا. خليل يطلع ما بطش الليله. خليل. انزل معانا دكتور معرفتك. خليل ده اطيب تمرجي عندنا. انت هتقول لي عليه؟ ده انا حافظه صم. انت بتنادي يا فرج؟ اهلا اهلا يا عم خليل. انت وحشنا يا راجل بالحب. انا مش خليل. ولما انت مش خليل سيبنا حضنك ليه؟ انا خليل يا استاذ. خليل؟ لسه في غيركم جوه؟ لا مفيش.
يبقى بالحضن يا خليل. الحمد لله جت سليمه. ايه دي القاعه؟ انت متاكد ولا هتطلع زي القاعه اللي قبليها؟ لا المره دي متاكد انا. برضه الاربعه اللي فاتوا قلت انك متاكد. يوه عطلين على الشغل بقى. ثانية واحدة. كمان عربيتك سليمة فرملت اليد كانت في زرجنة. اتفضل اركب. طب وال وليه؟ لا انا في تجلدي يا روح ما بعدك روح لهم رب. بتشرب شاي؟ اتفضل معانا. خليك زي ما انت لغايه اللي جوه ما يخرجوا. بقى ده معقول يا سعاده البيه؟ الجتت اللي ملقحه جوه دي تخرج؟ طب وليه مش جتت؟ نعم؟ انا عملت المستحيل عشان اوصل الحقيقه دي يا شهيره. انا كنت متاكده من كده يا سامي، كنت متاكده. خبير البصمات صاحبي اكدني ان البصمه اللي خدناها للجثه ملهاش اي علاقه بالبصمه اللي خدناها من على الحيطه. انت بتعرف ليه دلوقتي؟ المفروض خبر زي ده يفرحك. طب بابا فين يا سامي؟ والبوليس ليه بيقول انه مات؟ ومين اللي ورا ده كله؟ هو ده السر اللي انا عايز اعرفه. انا مصمم الف مره اكتر من الاول انا لازم اوصل له. صدقتني يا سامي؟ قولي صدقت نفسك. ضروري اقابل عقيد كمال. ضروري افهمه ان انا صح وانه مغرور
وانه بطل حركات اللي بيعملها معايا. لا، احنا لازم نتحرك لوحدنا من غير ما حد يعرف. يا سامي، اللي عملناه ده تدخل في عمل البوليس، مؤكد هيضايقه لو عرف. نتحرك ازاي واحنا عاملين زي اللي عايشين في حاره سد مقفله من كل ناحيه زي الضمره؟ انت هتتراجع تاني يا سامي؟ انا معاك وتحت امرك في اي لحظه يا شهير. كلميني عن المرحوم، عن صحابه، عن حياته. احنا في عرض اي خير توصلنا الحقيقة. اخر ليلة قبل الحادثة ما دخلش المعمل، حاول يقعد معايا طول الوقت، كلمني في حاجات كتير عمره ما كلمني عنها. لسه سمع صوته في وداني وهو بيقول ان عمل حاجات كتير علشان مستقبلي، ودلوقتي جه دوري علشان اعتمد على نفسي. كان بيتكلم وعينه جواها دمع، ما صدقتش انها موجوده. لبس هدومه واخد شنطه صغيره في ايده، كان ماسكها زي العيل الصغير اللي خايف على شنطه المدرسه لحد يخطفها منه. بابا كان بيتصرف زي ما يكون اخر مره هيشوفني فيها. ما تيجي نغير الموضوع. ها؟ بابا هو خارج بسني يا سامي. ده تصرف طبيعي ممكن يعمله اي اب مع بنته. ده تصرف عاطفي عمره ما عمله. كانت كل تصرفاته بالعقل وبالعلم. بابا عمره ما كان عاطفي. تتصور ان عمره ما بسني وانا صغيره ولا وانا كبيره؟ ويوم ما بسني كانت اخر مره اشوفه فيها. مش ممكن، لازم في سر ورا تصرفاته دي له علاقه بالحد. طب كفايه كده. قصدي عندي مش قادره امنع دموعي. انا متاسفه يا سامي. تعرفي نفسي اعمل معاكي زي ما كنت بعمل مع منى اختي لما بتعيط. ازاي؟ بالزعل ولا حاجة؟ أستاذ سامي وهدان ساكن هنا؟ أيوه، بس هو مش موجود دلوقتي. حضرتك الأنسة منى أخته، مش كده؟ تعرفيني كمان؟ حد ما يعرفش القمر. إحنا هنفضل واقفين هنا على الباب؟ اتفضلي. الحقيقة ما أعرفش ما قلتلكيش اتفضلي إزاي، اتفضلي. ما عشان ما تقصديش أنا قلتها بنفسي. ولا ابقى غلطان؟ يا خبر، اتفضلي استريحي. كنت احب اقابل الاستاذ سامي لو ما يضايقكيش اسال ليه. اصلا ما بيخبيش عني حاجه، وبعدين ما قاليش اني اعرف ست حلوه تجنن كده. هو فعلا ما يعرفنيش، لكن انا اعرفه. افهم من كده ان سامي اخويا له معجبين زي نجوم السينما. الاستاذ سامي محفظته وقعت منه، انا كده ارجعها له. لو مش هيتاخر تسمحي لي استنى؟ بقى لنا ساعه بندور ما اعترناش في اي ورقه كده. كل شيء في حياة بابا كان غامض. هو كان غامض بعقل. مفيش غير آخر ليلة كان قاعد معايا، سمعته بيكلم واحد أكتر من مرة. وسكت على نقطة مهمة زي دي إزاي؟ كان بيقولوا إيه؟ الراجل اللي كان بيكلمه اسمه إيه؟ بيقول له إيه؟ ما سمعتش. مش كان قاعد معاكي بتقولي؟ لا، أيوه بس أخد التليفون وراح بعيد، وكان بيتكلم بهمس. استنى استنى. افتكرت. اللي كان بيكلمه كان اسمه حاجة المرجوشي. في بني آدم في الدنيا اسمه حاجة المرجوشي؟ مش كده يا سامي، يعني اسمه الاولاني ما سمعتوش، لكن اسمه التاني المرجوشي. في الامر لله، ندور من الاول على اي ورقه يكون فيها معلومات عن سحاج المرجوشي. بطلي لعب ودوري. ايه
الظرف ده مكتوب عليه اسمه وعنوانه. عطاطا المرجوش الفلكي. سامي الهاني مستنياك من بدري. اهلا وسهلا. وانا في الحقيقه لو اعرف ان في حد مستنيني ما كنتش اتاخرت. ايه ده؟ وحلوه كده؟ ده انا ما كنتش خراب. ازاي الاستاذ سامي مجامل زي كان يسموه؟ ابدا ده انت اللي متواضعه خالص يا نرجس. محفظه حضرتك لقيتها. اتفضل. برافو عليكي. في الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي يعني. عرفت الاسم منها قلت فرصه اجي اتعرف عليك. انا كنت زعلان قوي على الاوراق المهمه اللي فيها. على فكره انا قارئه قديمه لمقالتك يا استاذ سامي. ده انا بيقرا لي جمال ده كله. انا النهارده حتى كل يوم. بقول ايه يا منى؟ انت مش عندك بروفه النهارده باين. اه صحيح. طب عن اذنكم هغير هدوم. لا ابدا براحتك. اهلا اهلا. طب استاذن انت بقى. ده كلام حد يقول كده؟ بقى بعد ما بقينا لوحدينا وهنبتدي نرغي تقومي تستأذني؟ بعدين. عنوان اهو. انا محتاجة اتكلم معاك في موضوع خاص. بس لازم نبقى لوحدنا. انا شخصيا احب حكاية لوحدنا دي. يا ريت تفهمني وتساعدني في الموضوع ده. قوي قوي. الواحد اليومين دول المساعدات نازلة ترف عليه بوفرة. وبكسرة. قربت تفهم. انا فاهم من بدري. يعني موافق تتعاون معايا؟ من دلوقتي لو حبيت. موضوع شغلك وشغلني. يا ريت تقول لي على المعلومات اللي عندك فيه. وانا كل نظر. شوفي حضرتك انا اكتر واحد يفهم في الحب. خلاص وانا مستنيه منك تليفون. تعزمني على فنجان شاي. مين ده؟ ده انا هاريك التليفونات. تجنني. ما تيجي من غير تليفونات ومن غير حاجه ونتقابل كده على طول. ها؟ باي. من غير تليفونات. من غير حاجة. من غير تليفونات. لقاء ودي. اهلا. اهلا بيك. هو لقاء ودي فعلا. لقاء حوالين موضوع حضرتك تعرفه كويس. لكن ما نتكلمش فيه. عالم الارواح ده عالم غيبي. مش مسموح لنا ابدا ان احنا نتكلم فيه.
كل اللي مسموح لنا ان احنا نتكلم فيه بس الفلك. بصراحة مش هو ده الموضوع اللي احنا جينا علشانه. تقدروا تعتبروا الموضوع انتهى. بس احنا لسه ما اتكلمناش. ليه رافض نتكلم؟ انا لو كنت بدور على الفلوس والشهرة كنت اتكلمت كتير. عالم الارواح ده عالم غيبي ما يقدرش يوصلوا له البشر العاديين. وانتوا انتوا بشر عاديين. احنا عايزين نتكلم في موضوع دكتور رؤوف علوان. دكتور رؤوف علوان مات في حادثة وما كانش صاحبي وانا ما اعرفوش، واذا كنت انتم من البوليس يبقى ما عنديش اي كلام علشان يفيدكم ابدا. يلا تفضلوا، مع السلامه. انا شهيره بنت الدكتور رؤوف علوان، يهمني اتكلم معاك عنه يا استاذ مرجوشي. وحضرته الصحفي صديقي وقف جنبي في محنتي. استاذ مرجوشي، بابا كان صاحبك وصديقك. الصداقة معنى انتهى من الوجود. ايوه بس على الاقل كنتوا تعرفوا بعض. معرفة بين الناس درجات. بتتكلمي عن اي درجة فيهم؟ اي درجة تعجبك بس اتكلم. كلام عن الغايب نقص في العقل. اللي فات مات يا بنتي وابوكي مات، يبقى فايدة الكلام ايه؟ بس اكيد انت عندك معلومات عن الحادثة. اللي عنده العلم والمعلومات واحد مفيش غيره. حضرتك كلمت ليلة الحادثة أكتر من مرة. كلام الأرواح أقوى في اتصاله من كلام البشر. السيجارة دي فيها إيه؟ الإنسان محروم من السعادة، بيدور عليها في وهم يعيشه في وهم. ما تتعبوش نفسكم، أنا مش هتكلم وأنا ما أعرفش حاجة. يلا اتفضلوا ما تضيعوش وقتكم، الوقت غالي. يلا الارواح الشريره بتناديني برا برا. الراجل ده يعرف حاجات كتير قوي ومش عاوز يتكلم. ولا هيتكلم. بس لازم يتكلم. انتوا غلطانين في الطريق. العربية من هنا. يمين يمين وبعدين شمال. نعم. يمين يمين وبعدين شمال. يمين يمين وبعدين شمال. ايوه. طبعا. يلا. بهدوء أكتر ممكن نتفاهم يا أستاذ سامي. متهيألي كفاية لعبة القط والفار. انت عايز توصل ايه؟ فهمني، انا مش فاهم ايه تصرف من تصرفاتك. تصرفاتي واضحه زي الشمس. عايز ايه؟ سبق قلت لك انا عايز ايه. انا بعد اللي اكتشفته مش هسمع كلامك بعد كده. لاحظ ان التسلل للمشرحه جريمه ممكن تتعاقب عليها. ايه انت كنت عارف ان البصمات مش مطابقه؟ انا اللي طالبك وانا اللي حدد الموضوع اللي نتكلم فيه. استاذ سامي، من امتى بتهتم بعالم الارواح؟ وكمان عارف دي؟ طبعا انت تتمنى اقول لك انا عارف ايه كمان. لا مش مهم بقى. طب المهم بقى ان انا بحذرك وللمره الاخيره من الاستمرار في البحث عن حادثه وفاه الدكتور علوان. انا بقى اوعدك ان انا مش حامل بتحذيرك. طيب نكمل كلامنا بعدين يا استاذ سامي. اكيد هنتقابل. يمين يمين وبعدين شمال. استناني برا شوي. اديني سيادة اللو. انا كمال يا فندم. سامي كان عندي وصلنا معاه نتيجة عظيمة. عنده دوافع هتخليه يهتم بالقضيه اكتر، وده طبعا لمصلحتنا. مع السلامه يا فندم. اديني الحقنه بقى، اديني الحقنه ارجوك انا هتجنن. يا بنت سامي شهيره؟ لا هما اللي جوني. اديني الحقنه بقى انا هتجنن هتجنن. اتكلم.
يتكلموا معاك في ايه يا مرجوش؟ قلت لهم ايه انت؟ تعرف انا ما اقدرش اتكلم في حالي، انا شكوا في المسؤوليه. اديني الحقنه بقى وسيدي. اتكلم يا مرجوش انت. ما قلتش حاجه، اديني الحقنه بقى ارجوكي ارجوكي. بقول لك ايه؟ ما تسيبنيش لوحدي، انا ما بفهمش في كلام العزة ده. ما تمسك في ديل احسن زي العيال الصغيرين. اسمع. اي حد يسلم عليه قول له شكر الله سعيك. شكر ايه؟ شكر الله سعيك. 70 واحد فيهم قال لي شكر الله سعيك. قول له بعود الايام، سلام عليكم. اي حاجه يا سيدي. طيب. ده ايه في حياتك؟ عايزك. اللي ما باين عليها حزن ولا كان الميت ابوه، احنا اللي فالقين روحنا عيار لحد عيننا ما ورمت. حق اللي ما شفتها نزل الدمعه، جه لاخر زمن ما عندوش دم. قربي بينا قربي، نفقع لنا صوتنا لاجل ما حد يشوفنا. يا بابا يا بابا يا بابا. شكر الله سعيك يا انسه شهيره، والله المرحوم كان غالي عليا. ولا عمره شافه زي كل اللي بيعيطوا قدامك مجامله. انا بحسد الناس دول على قدرتهم على النفاق. ممكن تبطلي فلسفه وتفوزي لك دمعتين؟ انت مش بنت المرحوم، يبقى لازم تعيطي. مش قادره يا سامي، مش قادره. حاولت ما قدرتش. حاولي تاني. تاني اعيط على واحد انا متاكده انه مش ابويا؟ ده موقف ما حصلش لاي انسان قبل مني. كل الناس بتعزيني في واحد ما كانش ليا علاقه بيه. الراجل ده مش كان بني ادم ومات؟ ايوه. خلاص يبقى تعيطي عليه نوبك ثواب. عيطي عيطي ما تفضحناش. ده وقت الهزار ده؟ والادم من كده هتطلع عليه كل خميس وتعملوا له 40، ده غير مصاريف الميتم والعزاء. اللي احنا بنعملها دي يا كمال بيه. قلبي عندك يا انسة شهيرة ومقدر حزنك على الوالد. معقولة شهيرة تسيب استزاد فوق وتنزل الشارع؟ أنا من بدري عايزة كمال بيه علشان أتكلم معاه. مساء الخير يا كمال بيه. أنا تحت أمرك في الإجراءات القانونية للوراثة وضرائب التركات. وتأكدي مش هنسيبك لوحدك. أرجوك بلاش الأسلوب اللي دايماً بتكلمنا بيه ده. أنت عارف إن المسرحية دي كلها علشان واحد تاني غير بابا. أنت تعرف كويس قوي إن بابا عايش. شهيرة. لا يا سامي. لازم نعرفه ان هي دي الحقيقه. سيبها تتكلم يا استاذ سامي. عمري بابا عايش، البصمات مش بصماته، وسامي قابله في المطار وهو راجع، والف دليل بيقول انه عايش.
الله يرحمه. انا عارف ان الصدمه جديدة عليك، لكن ممكن اسلفك الدواء ده، مهدئ فرانكلايزر، حبايه او اثنين هيهدوا اعصابك. عن اذنكم، ربنا معاكي. اعرفوا ان عمك هو اللي عمل الحاجات دي كلها. عمي؟ عمي جاي متفرد، كل اللي يهمه هيورث ايه من بابا. امال يعني هيكون مين اللي عمل ده؟ انا في كوبس في نافوخي ضرب. العكيس كمان يعرف. لاحظ يا سامي ان نص الناس اللي جم في المدفن وفي الصوان من رجاله كمان. دي مش جنازه بقى، دي تبقى كبسه. شوفها بنت الناس، ابوكي مات ودفناه، تعيش انت بقى، بسك على الكلام. سامي، بابا ما كانش بيحب يسوق العربيه بالليل، كان دايما بياخد تاكسي. اشمعنى الليله دي بالذات اخد العربيه؟ انت فاهمني يا ثاني؟ انا فاهم حاجه واحده بس، ان انا بعد يومين هشرف في مستشفى المجانين. انا اسفه يا ثاني، انا تعبتك معايا، انت مالكش ذنب في العذاب اللي انا فيه ده. انا مهتم بالموضوع اكتر منك يا شهيره، انت عندك دافع واحد بس، انا عندي اتنين. ايه هو؟ ممكن اعرفه ولا سر؟ الاولاني انت عارفاه، تاني نفسي تعرفيه. يا مين اسمعه منك؟ شهيرة، انا بس. وانتي؟ انا مراجحونا. ده مش معناه انك مبسوط، وكلام العين هو المظبوط، وعنيك بيطول خليها تقول. ازاي ده شيء ما اسكتش عليه؟ مالك يا جلال مالك فيه دايما ينفعني في وقت الضيق، تشوفينا تقول اتنين اخوات، وده فعلا كان ولا اخ شقيق. وتوفى زمان
ولا كان عيان. طب زعلان ليه؟ كلنا حنموت. كان مخلص ليا وقلبه حنون، اطلب الحنان. وده مين يا جلال؟ المرحوم توت. توت مين يا جلال؟ توت عنخاون. لا بقى ده كلام واحد مجنون يا زهر، مش ناوي تقول الحق بصراحة وبكل صراحة. لا إنما زعلان. زعلان ليه؟ والنبي زعلان. زعلان ليه؟ من أنا كده زعلان. زعلان ليه؟ يا عالم زعلان. زعلان ليه؟ سيبوني زعلان. زعلان ليه؟ يا أخوانا زعلان. زعلان ليه؟ يا عالم زعلان. زعلان ليه؟ يا ناس زعلان. زعلان ليه؟ يا لهوي الكلاكسة عالي قوي كمان صورة. بس خلاص انا تعبت. ده انا اللي تعبت خالص. صورة واحدة وخلاص. ها بصي لي كده. بصي لي. ايوه عال. يا سلام بقى لو عليت الكلاكسة سنة. ها كمان سنة. ها ها بس. اهو يا دلع دلع ولا حلوة هبطل. اهو يا دلع دلع على احنا في مكتب ولا في كبريت؟ مؤاخذة انا بسلي الهانم. هانم جايالك. افتن اقول لاختك منى. مين فينا اللي يفتن اخ؟ ايه المقابلة الوحشة دي يا استاذ سامي؟ اه متأسف. اهلا وسهلا. مالها طالعة باردة كده ليه؟ متضايق امشي. تمشي؟ اخ ما تتلحلح يا بني ادم. لا ابدا. اهلا وسهلا. وعدتني نخرج مع بعض، استنيت تتصل ما اتصلتش، قلت لازم نسيت. جيت اسال. لا ابدا انا ما نسيتش الحقيقه. تبقى بخيل. ايه؟ وعشان كده جيت اعزمك انا. ادي الحلق للي بلا ودان. انا مصممه نقضي النهارده مع بعض. عندك مانع؟ هو في الحقيقة أنا عندي ارتباطات تانية، نخليها يوم تاني بقى. يوم تاني؟ هو لازم يكون هو؟ لازم. ولازم النهاردة. إيه؟ مالك؟ اديني الخط من فضلك. خط إيه؟ اسمع، إذا كان على شهيرة مالكش دعوة، إذا اتصلت اخوك سرد باك يقطعي كوره مالكش دعوه. طب اديني مفاتيح العربيه بتاعتك وبلاش لماضه. خليني معاك. اتفضلي. باي. 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 اشمعنى انا بس اللي مكتوب عليا يتقال لي باي؟ ما اقولش انا باي مره من نفسي؟ ايه ده؟ على فين؟ على اي حته نبقى فيها لوحدنا. نعم؟ مش يمكن كلامنا يكون جريمه؟ مش لازم حد يسمعه؟ الجرائم العاطفيه لذيذه مش كده؟ تهبل. الظاهر ما بتحبش تلعب في الوقت الضايع. لكن انا ازاي توعطها؟ ازاي اعمل كده؟ ما هي كمان زي لقطه القشطه تهبل. طب وشهيره؟ لو عرفت اقول لها ايه؟ طب وايه بس اللي هيعرفها سيفت؟ ما تقرش يا اخي.
بس دي تبقى خيانة. ضميرك فين يا بني آدم؟ الحل الوحيد إن جناب ضمير ياخد أجازة عرضة. طب هروح بيها فين؟ عندي اللي اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ ايوه بوار البحر. اه لازم مش واخد على المي. عمري ما عمت حتى وانا في بانيو. اعلمك العوم. اغرق. نفسي. في ايه؟ تغرق سوا. دي مرة قوي. تقدر تقول لي بتتقال ليه؟ بترفض ايدي اللي مديها لك عشان مين؟ هو انا قادر ارفض ولا رفضتش؟ انت عايز ايه وانا تحت امري؟ حلو الكلام. نتفق. ما احنا متفقين. حلو الكلام. تسلمني النوتة؟ اسلمك عيني. نوتة ايه؟ النوتة اللي فيها السر كله. ليك عليا اسلمها لك دلوقتي حالا. ولو رجعت في كلامك. مين ده؟ انا كلمتي واحده، انا كلمتي عقده يا هانم. لو رجعت في كلامك حموتك. بس انا بقى حدق، لازم تسلميني عينيك الاول. عينيا بس. انت دفعت العربون وانا هقدم بقيه المقاوله. ادي يا ست النوت. ايه دي؟ نوت التليفونات بتاعتي. اخيرا عثمان. بقول مساء الخير يا عثمان. انت مبلم كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ بقول لك مساء الخير. يخرب عقلك ما تكونش مبلبع. امال فين سعاده المخبر اللي مرابط معاك؟ اول واحد اشوفه نام وهو مفتح عينيه. يا بيه. ايوه عثمان، في حاجه عثمان؟
عثمان، عثمان، عثمان. يا سعادة البيه، انت هتلاعبنا يا راجل؟ انت عايز ايه؟ عايز تفهمني ان في حد تاني كان بيتكلم؟ طب مين؟ ما هي انا انت، مفيش صريخ ابن يومين في الحتة كلها. عثمان، ان شاء الله ما رضيت تتقلط عليا، بس اوعى تناديلي تاني. عليك واحد. صار وقع في المصيار. لا بلا 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 بلا. شهيرة، شهيرة، أكيد أنت عاملة لي مفاجأة. أمال يعني طفيت النور لي؟ شهيرة، شهيرة، وربنا أنا عايل وأموت في حركات العيال دي. فكرتني بلعبة المساكة اللي كنا بنلعبها زمان. يا زروبان عليك الأمان. كتفت نفسك ازاي؟ حاجة غير. هو في ايه بقى بالظبط؟ خرجت معاه تتفسح، ادي يا ست اخوك اللي انت خايف عليه. الست دي مين؟ شكلها ايه؟ معرفش مين، بس هي شكلها بيضه وشقره وتحل من على حبل المشنقه، وعليها كل كلاكس وكلاكس يخلي الجسم اشعر. اسمها؟ اسمها اسمها ايه؟ ايوه اسمها فله بنفسج. نرجس؟ ايوه نرجس، نرجس. يبقى هي الست اللي جابت المحفظه وجات البيت. ايوه هي قالت كده.
جلال. ايه؟ جلال الست دي وراها سر. ايوه وراها سر. سلام. يا نفوخي. يا نفوخي. مش ممكن يكون ضربني بايد. 100% ضربني بترماي. بلاش تهويل بقى يا سمسم. جت سليمه. انا حاسس ان مخي بيلق جوه دماغي زي ما اكون لابس جزمه واسعه. اللي هيخلص على بقيتي ان انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه. بعد الشر على بقيتك يا سمسم. يا بقيتي. معلش يا حبيبي، انا هقول لك عايزين ايه. عايزين نقطه الابحاث بتاعت بابا، واللي بعتهم اسمه مفتاح. بتقول ايه؟ مفتاح. سابوا كارت مكتوب عليه مع تحيات مفتاح. كمال العقيد كمال. انت بتعمل ايه؟ هتصل بيه. هو قال لي لما يتصل بيك حد اسمه مفتاح اديني خبر. استنى بس لما نتفاهم. انا مش عايزه كمال يعرف حاجه من اللي حصلت دلوقتي يا ثاني. شهيره انت مخبيه عليا حاجه. ايوه مخبيه عليا حاجه. بتديني معلومات بالقطاره. في حاجات كتير انت عارفاها ومش عايزه تقولها لي. شهيره انا الموضوع ده خلاني اشك في كل انسان حواليا. حتى انا يا ثاني؟ ايوه انت كمان. كلكم متفقين عليا. والدليل على كده مش عايزين ابلغ العقيد كمان. يا ثاني اسمعني. كمان لو عرف ان نقطة ابحاث بابا العصابة بتدور عليها وانها معايا، ساعتها لو طلبها مني مش هقدر اقول له لا. وايه المانع انك تسلميها للبوليس؟ لو سلمتها له والعصابة عرفت كده، هيضيع علينا فرصة كشفها، وهنفضل في الدوامة اللي احنا فيها. بس دول اتهوروا وممكن يقتلوا اي حد فينا. ما تخافش، طول ما نقطة الابحاث معانا هما اللي هيحافظوا علينا. خلاص. انت ما تقعديش في الفيلا دي لوحدك. يا لئيم، امال عايز مين يقعد معايا؟ انا بتكلم جد. انت لازم تسيب الفيلا دي فورا وتيجي تقعدي مع منى اختي. وين؟ مش هتحب اقعد معاكم. اروح اقعد مع جلال في شقته. خايفه من ايه تاني؟ انا اخاف منك يا سمسم. ده انا بثق فيك اكتر ما بثق في روحي. سمسم انت معنى عظيم في حياتي. مالقش الكلام ده. انت ربنا بعتك ليا عشان تغير حاجات كتير في حياتي. انا مؤذم. مؤذم علشان بقول لك حقيقه شعوري يا سمسم. حقيقه؟ ليه بس يا حبيبي؟ انا نادي ما استحقش ثقتك وحنيتك. النهارده كنت مع واحده. واحده ست؟ امال يعني واحده راجل؟ شهيره الست دي مع العصابه. ايوه مع العصابه. كلمتني عن النوته بتاعت الابحاث وانا ما فهمتش. غبي غبي. انا كنت فاكر انها معجبه بيا عشان سواد عيوني. تستاهل الخطه اللي خدتها على نفوخك و100 خبطه كمان. وعلى فكره انا مش هقول لك على حاجه مهمه لقيتها النهارده. يا رب ابوك انا ما قلتيش. على ايه؟ ما بتاعت العصابه عايزاك. معلش قولي والنبي. طب بص. ايه؟ قبل ما توصل العصابه بشويه بالصدفه لقيت النقطه بتاعت الابحاث بتاعت بابا وخبتها. فين؟ مش هو ده المهم. المهم ان انا لقيت جنبيها شنطه زي شنطه بابا اللي كان ماسكها في ايده بالظبط، ولقيت جواها وصيته ووصيه التامين على حياته معموله قبل الحادثه بيومين، يعني كل شيء كان مترتب للحادثه، ولقيت كمان جواها الاجنده دي. بذمتي وديني انتوا عيلة مجانين. الدنيا طارت عشان ما نستناش الاسانسير وننزل 6 أدوار على رجلينا. لازم ابلغ البوليس لازم. وهتقولي لهم ايه؟ دوروا على اخويا اللي بيتفسح مع واحدة ست. مش مسألة ست. الست دي شكلها كان مريب. وانا كدبت احساسي. ليه ما تكونش بالعصابة؟ جلال، تعرف الظابط اللي بيروح له سامي؟ لا. طب اسمه ايه؟ اسمه برضه معرفوش. ايه؟ ده انا اللي هتقعدي تهزقيني بقى طول الليل عشان ما اعرفش اسم الظابط؟ ثم عايزاني اعرف اسمه ليه؟ هناسبه؟ ادي احنا احتاجناه. وانا هنجم ان احنا هنحتاج له. اهلا. بديها بقى وتكمل على تمنها وتجيب لنا بسكليتها بدل الفضايح دي. بقول لك ايه؟ هندي زوبه زقه؟ هص اروح انادي البواب. اقدر اقدم اي خدمه؟ العربيه عطلانه.
اي حاجه تانيه. ميرسي. عمرها ما عملتها. ده كانت زي الساعة. أنا مرة كنت استنى. مين الراجل ده؟ تتعرفيه؟ لا. ده هو اللي قابلني عند المشرحة ودور لي العربية. أيوه هو. إيه ده؟ العربية دارت. هو برضو اللي دورها. يا إيه الحكاية؟ كل ما العربية تعطل مني يدورها لي. ده مضطهدني بقى. ولا قطرني. وجدتوها وجدتوها. ايه ليه تعمل زي ارشميدس كده؟ شايف الاسم اللي عليه العلامه الحمراء ده؟ عصمه فؤاد. طب وايه يعني؟ زي اي اسم تاني في الاجنده. العنوان بيروت. عصمه فؤاد ده بيروت. انا مش فاهمه حاجه. اكيد باباكي اتصل بيه لما راح بيروت. ما كانش كمان يعرف هو فين. هو ممكن ومش ممكن. انا لازم اسافر بيروت فورا. تاني انا حاسس ان عصمه فؤاد يعرف حاجات كتيره جدا. اذا كنت مصمم انك تسافر ما تسافرش لوحدك. اجي معي. خايف عليا؟ لو ما كنتش هخاف عليك انت، هخاف على مين؟ انا ليا مين غيرك في الدنيا؟ الو؟ أنسة الشهيرة؟ أنا المرجوشي. المرجوشي الفلكي صاحب المرحوم والدك. في موضوع مهم عايز أكلمك فيه. ما أنا لازم أعترف لك بكل حاجة. فين؟ مقبرة الملوك؟ أيوه أيوه عارفاها. رحتها في رحلة مع الجامعة. حاضر. هكون عندك في الميعاد. أنا نفذت كل اللي حضرتك قلتيه. الحقنة. اديني الحقنة بقى يا أبو سيرك الحقنة. دلوقتي بس تاني.
استاذ سامي. مدام اسماء فؤاد، حضرتك طلبت تقابلني ليه؟ الدكتور رؤوف الوان. ارجوك بلاش تفكرني، انا من يوم ما قريت عن الحادثه مش قادره اتملك نفسي من الحزن عليه. شايف، وشايف كمان انك تعرفي مكانه، لان الدكتور مختفي هنا. دكتور مات يا استاذ سامي. الدكتور ما ماتش يا مدام عصمت، لان قابلته هنا في مطار بيروت بعد الحادثه، ولقيت اسمك في اجندته في تاريخ يوم الحادثه وعليه دايره حمراء. حضرتك بتضيع وقتك، انا ما اعرفش عن الدكتور اكتر من ال 12 في الجرايد. انا بقالي سنتين ما شفتوش، من يوم ما سبت مصر ما اعرفش عنه حاجه. هو حضرتك قريبته؟ انا مريضه من مرضاه وهو اللي عالجني، انا مدينه له بحياتي. الدكتور في خطر ولازم اقابله. الدكتور اندفن في مصر، تقدر تقابله هناك. حضرتك سالت كتير، ممكن اسالك انا؟ انت تعرف الدكتور منين؟ انا خطيب بنته. دكتور ما قاليش ان بنته مخطوبه. يعني قابلتيه؟ انت لسه قايل انه ما قالكيش انه بنته مخطوبه. يعني قابلتيه بعد ما جه بيروت؟ الدكتور علوان فين؟ صدقني الدكتور. سامي اهرب يا سامي، اهرب. اهلا يا استاذ سامي. هما بيطلعوا امتى؟ انا كنت مستنيك. وانت منهم؟ ليك رساله معايا، ممكن تسمعها؟ استاذ سامي ارجوك ما تخافش، تاكد اني دايما هكون جنبك، مع اني زعلان منك لان مفتاح اتصل بيك وما ادتنيش خبر كمان. سلم على الجو ياه، وخايف لا يجيني لهزقه، لاني ههزقه على حركات التدكين اللي بيعملها دي. فهي يا ستي دي الطقم اللي خطفته في العصابه. والله مش بعيد، انا كمان الفار ابتدى يلعب في عيني. انت هتشتغلني جلال احنا لازم نفكر في حل، لازم نفكر في حل. فكر ايه يا ستي؟ ما انت عارفه ان انا مطلسم، عشان افكر عايز لي سنه. جلال ايه؟ احنا لازم نقابل الضابط اللي كان بيعرفه سامي. ايوه ان شاء الله نفتش عليه وزاره الداخليه كلها. وزاره الداخليه؟ كويس انك جيت، كنت خايفه رسالتي ما توصلكش. انا اتاكدت من نواياك ناحيه الدكتور علوان. يعني ناوي تكلمي؟ اهم من كلامي في حاجه خطيره حصلت لازم تعرفها. هو ده اللي انا كنت متوقعه وحصرتها منه. كارثه، خط الشهيره كارثه يا مدام عصمت. طب ممكن تهدى لحظات يا استاذ سامي؟ هدى ازاي يا اما الشهيره اتخطفت؟ طب هنتكلم كتير لما نوصل المكان اللي هنروح. مساء الخير. والله لو تكرمت، ما تعرفش واحد ظابط زميلكم، هو طويل وعريض وكل ما يقابلني والعربيه عطلانه يدورها لي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ بتكلم اقول له ايه انا دلوقتي؟ اقول له بتكلم عن مين؟ احنا عايزين الضابط اللي بتصل بيه سامي اخويا. سامي مين؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ شوف سامي ابتدى يزرجل، عاجبك كده؟ استنى بس، لا مؤاخذة يا فندم، اصل احنا اعصابنا تعبانة. احنا عايزين الضابط المكلف بقضية الدكتور علوان. انا عارف كمال. ايوه. تاني مكتب على الشمال. هو ما جاش، تقدروا تنتظروه. شاكرين يا فندم. شاكرين. سعيد.
فين؟ لحد هنا ولازم اسيبك. ما اقدرش اسيب العربيه قدام الباب، جايز حد مراقبه. اشوف وشك بخير يا سامي. يا مدام، الحمد لله على السلامة. مين؟ اتفضل يا أستاذ سامي. أنت فين يا دكتور؟ كان لازم أختفي هنا. ده إحنا هلبنا في التدوير على حضرتك. أنا هوضح لك كل حاجة. أستاذ سامي، أنت عارف التركيبة اللي توصلت ليها لعلاج الإدمان وخلق شخصية جديدة للمدمن غير شخصيته القديمة. شخصية ممكن السيطرة عليها وعلى رغباتها. أيوة، أنا قريت كتابك عنها. ده الجانب النظري من البحث. طمعت عصابة عالمية للجاسوسية في سر التركيبة علشان تستغلها في تجنيد جواسيس ضد البلد. هددوني بقتل الشهيرة. خفت، اضطريت أوافق. لكن الحقيقة أنا اتصلت بالعقيد كمال وحطيته في الصورة معايا. طلب مني أن أوافقهم. وقال لي إن الوصول للعصابة خدمة وطنية كبيرة. اتفقوا معايا ان اسلم نفسي في بيروت ومعايا الاختراع بعد ما يفتعلوا حادثة تقتل فيها علشان احافظ على سمعتي. والثمن بوليصة تأمين كبيرة لصالح شهيرة. ولما وصلت خفت من مواجهة الموقف مع العصابة واحتمال ان البوليس ما يقدرش يحميني منهم. فاختفيت عن درس. طب ليه العصابة كانت بتدور على نوت الابحاث في الفيلا؟ أنا كنت اشترطت على العصابة أن أسلم نفسي ومعايا النوتة بعد ما تأكد إن شهيرة قبضت قيمة البوليصة. أيوة، شهيرة لقيتها فعلا. لكن أنا لا سلمت نفسي ولا النوتة حسب الاتفاق. علشان كده هم عايزين ياخدوها مني بأي ثمن، بأي وسيلة. وانا اعمل ايه؟ كل ما اسال عليه اي حد يقول لي زمانه جاي، زمانه جاي، يبقى زمانه جاي. طب والبروفه فاضل عليها ربع ساعه والافتتاح بكره. حيرتيني، انت عايزه سامي ولا الافتتاح؟ عايزه سامي. خلاص، يبقى نستنى سامي. استنى. ايدي البنايه اللي شفتهم دخلوها يا معلم مفتاح. لازم اهد اتفاقي مع البوليس. لازم اسلم نفسي للعصابه. اسمع الوان، نفكر شويه يمكن نقدر نوصل لحل. شهيره اتخطفت يا سامي. أنا السبب في كل حجرانها. لازم أفديها، لازم أفديها بدرس يا دكتور علوان. أرجوك. أنا اللي أرجوك سامي. ما تشوف شهيرة أبو سهالي وبرر لها موقفي. سامي، آخر كلمة أقولها لك إني موافق على خطبتك لشهيرة. شهيرة فين؟ أنت اللي خطفت شهيرة. أنا؟ دكتور ألوان، كلمتين مش أكتر. يا إما نوت الأبحاث يا إما حياة شهيرة. اختاري يا ألوان. أنا تحت أمركم. النوتة هسلمها لكم دلوقتي. مش موجودة هنا. دكتور، ما تتكلمش. افرجوا عن شهيرة الأول واحنا نديكوا النقطة. أنا موافق، افرجوا عن شهيرة الأول. ليظهر مفيش فايدة. أحسن ناخدهم عندنا نتفاهم على طريقتنا. دول فين؟ بعيد. احنا جدعان قوي بقى. ما تزقليش كلام. بس ايه؟ اقف عندك. يا العقيد كمال. يا سيدي أنت فين يا سيدي؟ حاسب اللي وراك. Thank you.
معصبين لي. وانا هروح فين؟ ما احنا مع بعض. اهي صلوا على النبي، صلوا على النبي. انا جاي، انا جيت، انا جيت اهو بقى. مسدس؟ فين المسدس؟ المسدس؟ يقف مكانه. انا بدلكم بحياتي يا دكتور، انتم السابقون ونحن لاحقون، والبركه في سامي. مره من نفسي بقى. على فكره لولاك ما كانوش وقعوا يا استاذ سامي، انا عندي لك مفاجاه. بابا بابا شهيرة. بابا يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. يا حبيبتي يا بنتي شهيرة، انت مش اتخطفت؟ انا اللي خطفتها، قصدي دي خطتنا احنا. العصابة عرفت الخبر من الجرايد زيك بالظبط، ولولا كده ما كانش عصمت تثق فيك وتقابلك، ولا كانش الدكتور علوان هيخرج من مخبأه، ولا كناش هنوصل للعصابة، ولا كنتش لقيتني مستنياك. ادي احسن حاجة عملتها من يوم ما عرفتك. انت لسه موافق من شوية يا دكتور؟ موافق يا سامي، موافق.